الموضوع دوت اللي هو بتاع التايبس اوف كونتراكتس ده، اتكلمنا عنه هنت كده في اول محاضره، كان بس كان كلام مختصر يعني عن الانواع بتاعه الكونتراكتس وايه الفروق ما بينهم برضو باختصار. المره دي بس هنقولها شويه بالتفصيل بحيث يبقى الناس يعني ايه تقدر تبقى فاهمه هو ايه المخاطر اللي يدخلها في كل عقد من العقود دول، سواء كانت انت المهندس اللي من طرف المالك او من طرف المقاول، تبقى انت عارف مين فيهم عليك التزامات فيها ايه. قلنا احنا قبل كده تايب اوف كونتراكتس يعني، بس ما قسمناهمش يعني، ففي فور تايبس اوف كونتراكت مشهورين، يمكن اشهرهم ثلاثه: اللام سم واليونت برايس والكوست بلس. التارجت كوست دوت يعني مش مشهور قوي، بس يعني هو تعديل شويه على الكوست بلس. فاللام سم دوت قلنا قبل كده ان احنا بنتفق على كل المشروع بسعر موحد، لكن في اليونت برايس احنا بنتفق على سعر، بس مش سعر المشروع، لا سعر اليونت، سعر كل حاجه بالوحده بتاعتها. فلو انا هنفذ منشا في اللام سم، يبقى المنشا كله بسعره مثلا 10 مليون جنيه وخلاص، مفيش بقى تغييرات تاني والكلام ده. وبالتالي طبعا لازم يستتبعه ان اكون محدد قوي هو المنشا ده ايه بكل دقه يعني. اليونت برايس بقى انا هقول له لا، ده المتر المربع من البلاط بكذا، المتر المربع من الدهانات بكذا، اللي مش عارف كام. احنا طبعا هيبقى في استيميشن في الاول، انا عندي 1000 متر بلاط في سعر اليونت دوت، يطلع الكوست الاجماليه كذا. ففي استيميتد برايس، لكن ما هواش فيكسد، لان لو احنا عملنا بدل ال 1000 متر 1002، هدفع فلوس ال 1002. عملنا 800 متر بدل ال 1000 متر، المتر هدفع ثمن ال 800 متر. فهو عقد مور فليكسبل عن اللمسم، بس في الاخر هو برضه بيحدد سعر، عشان كده هو تحت المسمى بتاع البرايس كونتراكت. هو بيحدد سعر، بس سعر لليونت، انما اللمسم بيحدد سعر لكل المشروع على بعضه كتله واحده. ممكن يكون عقد اللمسم دوت ما هواش لمسم للمشروع كله، لا لمسم للبند في المشروع. مثال مثلا اللي كنا بنقول عليه في البلاط ده، نقول له ان البلاط 1000 متر تقريبا، سعر المتر 5 جنيه، يبقى 5000 جنيه. فاحنا هنتفق ان البلاط ب 5000 جنيه لمسم كده. لو طلع 1002 مش هنقيس تاني، هو هتاخد ال 5000. طلع 800 900 اي حاجه غير ال 1000، برضه هتاخد ال 5000 جنيه دول. فممكن يكون اللمسم دوت البند الواحد في المشروع ككتلة على بعض كده، انت هتنفذه بكتلة على بعضها بسعر موحد، لكن لو فرقت جوه اللمسم دوت اليونتس عددها كام، مش هتاخد الفروق دي. فممكن اللمسم يبقى المشروع كله على بعضه كتلة واحدة، او مقسم لمجموعة كتل برضه، ساعتها برضه اسمه اللمسم، لان ممكن الكتلة الواحدة دي تكوينها يتغير. هنخش في التفاصيل بعد شوية. الكوست بقى هي ايه؟ نقول احنا مش عارفين قوي نحدد، هو انت لما تقول لي هتاخد المتر بخمسة جنيه، انت كسبان جنيه ولا اتنين ولا اربعة، وعامل لي حاجة الكوست بتاعها جنيه. فاحنا هنتفق على ان انت الكوست اللي تصرفها على المشروع تاخد عليها بلس الربح بتاعك، فانت هتتفق معايا على ربح. تقول مثلا انا هكسب 10%، فبالتالي لو انت كلفت المشروع دوت 100 جنيه هدي لك 100، و10% فوقيهم ب 10 جنيه مكسبك. كلفت 200 جنيه يبقى تاخد 20 جنيه مكسبك، وهكذا يعني. يبقى احنا على حسب طبيعة المشروع هنحدد البلس اللي انت هتاخدها فوق الكوست. وبالتالي يعني في شوية حاجات هنا بقى هنبقى نقولها تفاصيل ما بيبقاش انت مهتم بيها في البداية. العقد ده بيبقى مرن جدا، بس طبعا يعني له برضه عيوب. اما نيجي بقى للتارجت كوست، نبقى نفرق ما بينهم. اتمنى كده واضح يعني ايه الفرق ما بين ان احنا نحدد البرايس على ان احنا نحدد الكوست. ناخدهم بقى واحد واحد. اللام سم دوت الديفينيشن بتاعه ايه؟ هو نوع العقد اللي احنا هنعمل فيه ان كل الاماونت كلها هتدفع بفلوس واحده وخلاص. كل اللي احنا اتفقنا عليه من الاعمال خلاص، مقابل دفعه فلوس معينه وانتهينا على كده. عشان العقد دوت ما يبقاش فيه
او نعرف نتفق عليه، لازم المقاول يبقى عارف بدقه شديده جدا هو هينفذ ايه. عشان كده كل الديزاينز لازم ولا بد طبعا من قبل المشروع ما يبدا خالص تكون منتهيه ومتفقين عليها، ومش مسموح للمقاول للمالك انه بعد كده يغير رايه في اي حاجه، لان اي تغيير في الراي هيغير التكاليف اللي المقاول ده هينفذها، وبالتالي هيرجع يقول طب هو انت هتعوضني ازاي عن الكلام ده؟ يعني لو قررت من الاول تعمل البلاط ده سيراميك ما ينفعش تقول بعد كده يبقى بورسلين، هو ده وخلاص. فكل حاجه هنتفق عليها من البدايه بدقه ويعني وعارفين بالظبط هننفذ ايه، ديزايند وتوصيف وكل حاجه، بعدين نتفق وتروح تنفذ. وخلاص الاونر مالوش الفلكسبيليتي انه يغير بعد كده. وطبعا واضح هنا العيب ان مش كتير من المشاريع بنبقى احنا من بدايه المشروع من التخطيط محددين كل حاجه، واي تغييرات هتطرا على المشروع دوت تبقى ريسك عاليه جدا على المقاول. فغالبا مشاريع اللمسن ديت بتبقى التكلفه اللي بيطرحها المقاولين بتبقى كبيره. ليه التكلفه بتبقى كبيره؟ عشان الريسك بتاعت البروجكت كلها واقع على الكونتراكتور، اي حاجه هتزيد سعرها هو اللي هيتحملها. يعني لو افترضنا بدانا المشروع دلوقتي وبعد شهرين لسه شغالين في المشروع وتمن حديد التسليح ضرب في 2 او 3، في مره من المرات حديد التسليح زاد سعره 6 مرات في 4 شهور او حاجه، ساعتها المقاول هيدفع الكلام ده وهو حاطط يعني جزمه في بقه من غير ما يقول حاجه. في الغالب طبعا بيقول يعني وبيحصل كليمز ومش عارف مين، بس بناء على التعاقد المفروض ان المقاول هو اللي هيتحمل الريسكس كلها. وبالتالي طبعا لما بيبقى بيحط الاسعار من الاول بيبقى حاطط مارجن اوف سيفتي للريسك بتاعه بتاع الفلوس دوت عالي جدا. فمشاريع اللمسه بتبقى التكلفه فيها في النهايه عاليه. طيب المقاول هل هو متحفز عنده يعني ما يحفزه انه يوفر فلوس في اللمسم؟ طبعا كل حاجة هيوفرها هتتحط في جيبه. لو احنا شفنا الناحية التانية خالص، مثلا الكوست بلس، انا دلوقتي لو نفذت مشروع ب50 جنيه فهاخد عليه 10% فهكسب 5 جنيه. لو نفذت نفس المشروع بالظبط ب100 جنيه هغرم الراجل المالك ده 50 جنيه زيادة كنت ممكن اوفرهم، بس انا في مقابل كده بدل ما كسبت 5 جنيه كسبت 10 جنيه فعكس اللمسم بالظبط. هنا كل توفير في اللمسم بيفيدني انا كمقاول، لكن في العقد بتاع الكوست بلس كل توفير يمكن يضرني لان البلس اللي انا خدتها قلت. فهنا مفيش، هنا في حافز كبير جدا للمقاول ان هو يوفر فلوس للمشروع في المشروع. الكوست النهائيه هتبقى عامله ازاي؟ هي كوست محدده ثابته من البدايه. نفس البنود ديت هنشوفها بقى في كل عقد من العقود اللي جايه. فمثلا اليونت برايس يفرق ايه عن اللمسم؟ ان احنا الكونتراكت دوت اتفقنا على برايس اوف ذا يونت، كل ايتم هنتفق على اليونت بتاعته سعرها كام. وبالتالي الكوست النهائيه بتبقى استيميتد، ما هياش محدده بدقه، بتبقى استيميتد كوست. احنا تخيلنا ان البرايس بكذا للايتم ده وهو فيه كام يونت ضربناهم في بعض طلع الاستيميتد كوست، ممكن تزيد وممكن تقل. فالفاينل كوست مش عارفينها من وقت ما بدانا، ممكن طبعا لما كل المهندسين يكونوا اشطر يكون الفاينل كوست ديت قريبه من اللي احنا عملناها الاستيميشن في الاول. هنا مفيد ان المشروع يكون كل الديزاينز معموله، ولكن ده مش ريكوايرمنت، لان احنا ممكن نتفق على اسعار البنود وبعدين نبقى نرجع تاني نابديت الكميات. يعني احنا اتفقنا ان سعر البند الفلاني 2 جنيه بس احنا كنا متخيلين ان هو طلع 1000، لما عملنا ديزاين طلعوا 900، مش مهم هنضرب 900 في الاثنين بدل ما كنا بنضرب ال 1000 في 2. فممكن يكون بعض الديزاينز ما انتهتش، مش لازم كل حاجه ابقى عارفها قبل ما ابدا ادب ايدي في المشروع. فممكن ابقى عارف يعني ايه الثيم العام للمشروع وشويه ديزاينز عامه، ولكن بعض الحاجات ممكن تبقى تحديدها بدقه يجي بعد كده. ضياء اتفضل. يا دكتور، هو في العقد اللي هو يونت برايس ده هو زي اللام سم، يعني لو احنا اتفقنا ان سعر الوحده 2 جنيه مثلا واحنا هنعمل 100 وحده يبقى هو 2% ب 200 جنيه. تمام. لو كانت الوحده دي مثلا بقت ب 3 جنيه بقى ب 300 المبلغ الكلي، مين بقى يشيل الفرق، المقاول ولا المالك؟ يعني ايه بقت ب 3 جنيه؟ مين اللي قال انها ب 3 جنيه؟ هو المقاول اصلا قال انا هاخد اتنين منك 2 جنيه قصاد الوحده. فالمالك بعد كده
لما اكتر ما انفذ هو لا. وحده هدي له الاثنين جنيه، لو سعر السوق اتغير بقى خالص وهو المواد الخام اللي بيجيبها غليت مش عارف، برضه هو اللي متحمل الريسك، مقاول اللي متحمل الريسك يعني زيها زي اللمسة. في موضوع الريسك بتاع اليونت، لكن المقاول مش متحمل الريسك بتاع الكميات. يعني لو احنا بننفذ 100 متر طلعوا 200 متر، المقاول ملوش دعوه، هياخد سعر ال 200، هو مش متحمل ريسك الكميه اللي زادت او قلت نتيجه ال اسمها ايه ده، الايرور اوف ديزاين. احنا كنا مصممين في الاول فاكرين ان احنا هننفذ 100، لقينا ان احنا محتاجين ننفذ 200، او المالك غير رايه قال انا الدور الاولاني كان اداري وبعدين لقى ان الاداري ده مش مربح قوي فانا هعمله سكني، ففي بنود اتلغت اللي كانت معموله في الاداري واتحط بدلها بنود تانية اللي كانت هتتعمل في المبنى السكني العادي، او العكس بالعكس. وبالتالي لو غيرنا حاجه في الديزاين هتغير الكميات، لكن السعر اللي احنا حددناه على اليونت برايس هو ده التعاقد، هو اصلا التعاقد على اليونت برايس، فدي اللي مش هتتغير الا لو حصلت ازمه سياسيه في البلد اللي هو 8 جنيه ضرب، فالاسعار كلها ضربت في السماء، فالناس كلها بتقعد تاني تري جنريت العقود بتاعتهم. ده هيتم في كل العقود مش في عقد اللمب سم بس ولا في اليونت برايس بس، لكن جيفن ان الامور ماشيه عاديه يبقى انا هحاسب دلوقتي ان اليونت برايس بكذا، هضربها بعد كده في كميه اللي انا نفذته في اللمب سم، ما بعملش دوت، انا كنت متفق على المشروع كله على بعضه بحاجه واحده هاخدها وخلاص. تمام يا ضياء؟ شكرا. نعم. طيب الاونر بقى في العقد دوت ممكن يعمل تغييرات، ممكن يعمل تغييرات قبل ما نبدا تنفيذ، بعد ما عملنا التعاقد وقبل ما نبدا تنفيذ، وممكن وقت التنفيذ يلغي حاجه يحط حاجه مش مهم، ما في الاخر احنا اتفقنا على يونت برايس فانتهينا بقى، اي حاجه هتيجي بعد كده ميبقاش فيها مشكله. طبعا بعض الحاجات اليونت فيها بتبقى كونفيوزد شويه، يعني مثلا الطرق، الطريق الحاره واحده غير الطريق اللي حارتين غير الطريق السريع من ناحيه اليونت، فاليونت هتبقى بالكيلومتر مثلا، فاحنا هننفذ 2 كيلومتر من الطريق تمنهم 100,000 جنيه، يبقى الكيلومتر يعني ب 50,000 جنيه ماشي، بس ده كام حاره بمواصفات كذا. طيب لو غيرنا بقى 3 كيلو مفيش مشكله، ده يونت برايس، لكن لو خلينا طريق حارتين بدل 3 او 3 بدل 2 كده اصلا الموضوع اختلف، يعني لان اليونت بتاعه الطريق ما هياش المساحه، يعني مش الحاره الثالثه هتبقى كاني زودت نسبه مساحتها، لا هو الموضوع مش كده. فبعض الحاجات بيبقى نقدر نستميت من اليونت الاصليه وبعض الحاجات ما نعرفش يعني، وبالتالي في اغلب الاحيان بيبقى بقى دوت يعني كاننا دخلنا في يونت جديده ببرايس جديد. لكن لو احنا متفقين في الطريق دوت بالمتر المسطح، يعني مثلا انا اتفقت ان ال 10 متر مسطح مثلا هي دي اليونت بتاعتي، او الواحد متر مسطح، معنى كده ان عرض الطريق لو زاد او طول الطريق زاد ما يفرقش حاجه. بعض المشاريع بتبقى اليونت برايس دي، ودي يمكن مش في مشاريع المقاولات، يعني في مشاريع حاجات تانية زي البرمجه والحاجات ديت، يعني ممكن المقاولين يتفقوا مع مقاولين الباطن بيونت برايس هي الوركينج اور، يعني يقول انا هشغل 10 مبرمجين انا هدفع لك على الساعه شغل 50 جنيه، فاحنا هنشتغل المشروع ده تقريبا هيتكلف 50 ساعه شغل، اتكلف 60 هدفع لك ال 60، اتكلف 40 هدفع لك ال 40. ده مش يونت برايس قوي بس يعني ممكن نعتبره كده في بعض الحاجات بتاعت المقاولات الباطنه. طيب يبقى اتفقنا ان الاونر في اليونت برايس ممكن يغير حاجات واحنا شغالين في الكونستراكشن، مش هيضر المقاول في حاجه. الريسك جاي على مين؟ جزء على الكونتراكتور لو البرايس بتاعت اليونت نفسها تكلفتها زادت، وجزء على الاونر لو كميه الحاجات اللي بينفذها دي زادت هتلاقي ان الفلوس اللي بيدفعها زادت. فهنا احنا مش كل الريسك جاي على الاونر، وده يمكن اللي كان ضياء بيسال فيه. طيب هل المقاول عنده حاجة تحفزه انه يوفر في السعر او ان هو يحسن الافيشنسي بتاعت الورك او حاجة؟ مفيش. ليه؟ لان هو على قد ما هيعمل يونتس على قد ما هياخد فلوس،
هو من مش من مصلحته ان يعمل يونتس اقل، من مصلحته ان يعمل يونتس اكتر. فهو لو عرف يغلي يكتر المشروع ويكبره ويعمل يعني قده مرتين هيبقى هو مبسوط، غير اللمسم يعني، اللمسم بعكس كده. طيب الفاينل كوست شكلها عامل ازاي؟ مش سبيسيفيك، مش من البدايه احنا عارفين بالظبط الكوست كام، عندنا استيميشن. هيبقى قريب وكل حاجه بس مش لازم يطلع بدقه يعني. طيب النوع الثالث من العقد اللي هو اول نوع في موضوع الكوست، هو ان احنا هنتعاقد على كوست بلس كميه انت هتاخدها كنسبه مئويه او حاجه. فانت في المشروع دوت مفيش ريكوايرمنت ان انت تخلص كل الديزاينز في البدايه. ده احنا في الغالب بنلجأ للتعاقد دوت لما يكون عندنا مجرد فكره وما عندناش تفاصيل هي هتتنفذ ازاي. يعني لو الموضوع دوت حاجه جديده، احنا هنخترع ماده معينه عشان تمنع مثلا تآكل الطرق او حاجه، هنعمل ماده نبيعها بدل الرخام اللي على الواجهات او حاجه زي كده، فاحنا مش عارفين قوي يعني هو اختراع الماده دوت هياخد قد ايه شغل، ولا هياخد قد ايه مواد خام، ولا هي مجرد فكره. فكره حلوه وعجبانه ويلا ننفذ، ولكن انا مش عارف قوي هي هتكلف كام، وبالتالي هنتعاقد بسهوله وخلاص الاول، هشوف الناس كواليفايد انها تنفذ لي الفكره ديت، بس انا لسه هنعرف واحنا ماشيين هي هتكلف قد ايه. فانا بلجأ للتعاقد دوت الكوست بلس لما ما بيكونش عندي ديزاينز اصلا، عندي مجرد فكره وخلاص. وهو المقاول مش فارق معاه لان البروفيت بتاعه هو حدده من البدايه بالبلس اللي حطها، وبالتالي الاونر عنده كل الفلكسبيليتي انه يعمل كل حاجه، يغير اي حاجه في اي وقت. ومش بس كده، ده هو كمان المفروض ينط في مصارين المشروع او يفضل فيها ويدير المشروع، هو له مشاركه كبيره في مانجمنت المشروع، لان لو ما عملش كده الكوست هتضرب من غير ما هو يحكمها، لان التاني مستفيد، كل ما الكوست دي تزيد البلس بتاعي شغال معاها، فانا مستفيد ان بدل ما اكلف لك حاجه 2 جنيه واكسب فيها 10% اكلفها 200 جنيه واكسب فيها 10%. وبالتالي لازم يكون الاونر له مشاركه في اداره المشروع ده. لكن في المقابل طبعا بما انه عنده فلكسبيليتي وانه هيكون مشارك وكل حاجه، هو احنا اتفقنا على سمك في ميه يعني، انت قلت لي فكره كده وخلاص واحنا هنروح نشتغل وربنا يسهل. عشان كده كل الريسكس جاي على الاونر، المقاول ما عليهوش اي ريسك خالص، هو هياخد نفس البلس على كل كوست. يمكن ده اقرب الوصف اللي انا قلته لما احنا تعاقدنا على المان باور، انا هتعاقد ان ساعه الشغل ب 50 جنيه، فخلاص انا هشتغل ب 50 جنيه الساعه بغض النظر عن انت هتكلف المشروع دوت 1000 ساعه ولا 2000 ساعه ولا 20000 ساعه. طيب فالكوست بلس دلوقتي انا فلكسبيليتي عاليه جدا، ولكن الاونر شايل كل الريسك، المقاول ما عليهوش اي ريسك خالص. طيب هل المقاول عنده اي حافز انه يوفر في المشروع، يغير الافشنسي بتاعت الورك، ان الناس تشتغل بشكل احسن عشان تقلل التكلفه؟ لا خالص، على العكس، يمكن يكون عنده تحفيز ان الكوست بتاعت المشروع تزيد. وطبعا هنا الفاينل استيميتد كوست حاجه يعني ايه بشعه كده، ما احناش عارفينها خالص من البدايه. فالميزه الكبرى في الكوست بلس ان انت تعرف تبدا المشروع بسرعه، تقدر تحط فكره، مجرد فكره على الورق، طور التنفيذ بسرعه من غير ديزاين دقيق، من غير حاجه. لكن يعني عيوبه زي ما احنا قلنا كده. عشان كده كتير جدا الكوست بلس ديت بتبقى مشهوره في مرحله الديزاين، لما انا هتفق مع الديزاينر على كوست بلس، لكن بعد ما الديزاينر يخلص ويخلص لي كل تفاصيل، اتفق مع اللي هينفذ المشروع بواحد من البرايس، يا اما لمسم يا اما يونت برايس للتعاقد مع التاي ده. لكن في وقت الديزاين الديزاينر ما بيبقاش واضح ليه قوي هو المالك بيفكر في ايه، فممكن يعمل ديزاين ويرجع يقوله تاني، وبعدين لا يقول له انا عايز اضيف كذا، انا عايز اشيل كذا. ده في كل التخصصات بيبقى الاونر اصلا عنده مجرد فكره ضبابيه كده، هو مش عارف قوي لما يجي يشطب الاوضه بتاعته ويحط الاخضر على الاحمر يطلع شكله عامل ازاي، يجي فاكر ان هي حاجه حلوه فبيجي ينفذها تطلع حاجه بشعه جدا يقول انا عايز اعيدها تاني. ففي هو بيبقى عنده فكره ضبابيه كده، ففي مرحله الديزاين
انت بتقعد ترسم له بقى الحاجات ديت وتعمل وتاخد البلس اللي انت متفق عليه معاه. بعد ما تخلصوا الديزاين يبقى الكونتراكت الاسلم ما بين بقى المالك وما بين المقاول اللي طريقه بقى واضح هو البرايس كونتراكت بقى، سواء لمب سم برايس او يونت برايس. طيب نرجع للكوست بلس تاني. نتيجه عيوب الكوست بلس العاليه اتفقوا على يعني ممكن يكون عندنا حاجه اسمها تارجت كوست. يعني ايه بقى تارجت كوست؟ هو كوست بلس بالظبط، هنتفق على بلس، بس احنا هيبقى عندنا تارجت ان المشروع ده ما يعديش المليون جنيه، ونتفق كده لو انت عديت المليون جنيه هغرمك 20% من الزياده كلها، ولو وفرت من المليون جنيه هديك مكسب او مكافاه 20% من اللي انت وفرته. فانا بحاول اخلي المقاول عنده حافز انه يعني يفكر في مصلحتي، بدل ما هو تفكيره الوحيد في البلس اللي هو هياخده، لا يفكر كمان في الكوست التارجت دي. فالديفينيشن بتاع المشروع ده هو بالظبط زي الكوست بلس، ولكن احنا بنحط بس حاجه قيمه معينه بوث ويز، ان المقاول لو وفر ياخد فلوس، ولو زاد المشروع يتغرم من الزياده دي. طبعا مش كل الناس بتوافق على يعني التعاقد بالشكل دوت، بس يعني ايه ده محاوله لان الكوست بلس ما يبقاش بكل عيوبه الموجوده دي، وبالتالي هو محافظ على نفس المميزات بتاعه ان الاونر عنده سماحيه كبيره ان هو يغير حاجات كتير في المشروع وقت التنفيذ وفي غيره، وبرضه الريسك شويه منها اتنقل للمقاول لو تخطى الكوست دوت، وبرضه شويه البنفيتس جات له ان هو يوفر فلوس عشان هو هياخد منها شويه مكاسب، فبقى عنده بنفيتس وعنده ريسكس هو تحملها، فقربنا بالكوست برايس دوت لليونت برايس او اللام سم يعني. فالكوست هنا ما بقتش محدده، بس يعني بقى ليها تارجت، ما هياش زي اللام سم طبعا ولا حتى اليونت برايس، بس ما بقتش مايعه خالص زي الكوست بلس كده. دول الاربع انواع من التعاقدات، يعني في شارت هنا ممكن تسهل على الناس حاجات كتير قوي. دول الفور اسبيكتس اللي احنا كنا دايما بنفكر فيها، هل الريسك جاي على الاونر ولا لا؟ ده اكبر حاجه فيها ريسك الكوست بلس، وده اللمسم اقل حاجه فيها ريسك على الاونر، هو مش في باله خلاص انا قلت لك انت هتنفذ ده بكذا والكذا دي انا هديها لك، يطلع بقى في عفريت ماليش دعوه. انما في الكوست بلس المقاول هو بقى اللي بيقول كده، هو انا مش صرفت لك كذا، هات ال 10% بغض النظر بقى انت كسبان ولا خسران. وبالتالي الريسك اللي على الكونتراكتور عكسها بالظبط، المينيمم بتاعه هو الكوست بلس اللي هو الماكسيمم بتاع الريسك اوف اونر. فتلاقوا كل واحد من دول ده بيزيد في الاتجاه ده، ده بيزيد في الاتجاه ده، المحورين دول بيتكلموا عن الريسكس. فبالتالي الاونر الريسك بتاعه بيزيد في الاتجاه دوت، المقاول الريسك بتاعه بيزيد في الاتجاه. طيب هل المقاول عنده اللي يحفزه انه يوفر فلوس؟ اه في اللام سم جدا، اقل شويه في اليونت برايس، اقل شويه في التارجت كوست، اقل شويه في الكوست بلس. في الكوست بلس هو من مصلحته الماليه يعني، وان كان ده يبقى نصب يعني، ان هو يزود الكوست حتى لو في الهوا يعني. في التارجت كوست من مصلحته يزود الكوست لانه هياخد البلس، لكن هو في شويه غرامه لو عدى التارجت. في اللام سم بقى هو مش من مصلحته خالص يزود الكوست، بالعكس كل ما يوفر في الكوست هيحطها في جيبه. طيب الاونر هل هو فليكسبل انه يغير او ما يغيرش؟ الاونر فليكسبل جدا ان هو يغير في الكوست بلس، يعمل اللي هو عايزه. هيتحجم شويه لو احنا عندنا تارجت، لان احنا مش عايزين نعدي بالمشروع فلوس ثانيه. لكن في اللمسم مثلا مش من حقه خالص انه يغير اي حاجه، هو لازم يلتزم بالمواصفات من الاول للاخر. لو حب يغير بقى يبقى ده كانه ملحق بالعقد، انه يشوف بقى من الاول نغير بقى التسعير بتاعها، ونقول والله احنا كنا اتفقنا على مليون هيبقوا مليون و100 لان انت غيرت البند الفلاني، فالبند الفلاني اللي انت غيرته ده يبقى تعاقد جديد خالص، ما تدخلوش في التعاقد القديم. اليونت برايس فيه شويه فلكسبيليتي طبعا، بس في الكميات مش في المواصفات. طب احنا اتفقنا ان انا هنفذ حاجه بمواصفه معينه زي مثلا متر سيراميك ب 50 جنيه، ما ينفعش تقول لي اصل هات لي بدل السيراميك دوت نوع تاني اغلى، لا مش هنغير المواصفات، لكن انت ممكن تقول لي انا ما بقتش عايز 50 متر سيراميك خليهم 40، او بدل ما هم 50 خليهم 100، ماشي غير في اليونتس، لكن ما تغيريش في مواصفه الحاجه اللي انا بنفذها
والا ده هيكلفني فلوس انا مش في حساباتي. فيعني ده التشارت اللي ممكن يسهل عليك تلم المميزات والعيوب بتاعت التعاقدات ديت. في حاجات مش مكتوبة قوي في السلايدز زي موضوع الفوائد السياسية من الموضوع، انت اسرع تعاقد ممكن تاخده لو انت في ازمة لمشروع معين ولازم يتعمل هو التعاقد بتاع اللامسون، سوري التعاقد بتاع الكوست بلس. هنتفق ان تعالى اشتغل وبعدين نبقى نشوف، مفيش اي حاجة جاهزة ولا اي حاجة. اعقد تعاقد عايز توضيح من البداية هو اللمسم، لازم كل حاجة تبقى واضحة من البداية خالص. وطبعا اليونت برايس ان بتوين. فلو المشروع دوت مشروع الحكومة عايزة تنفذه وعايزة تنفذه بسرعة شديدة جدا وعايزة تخلي الديزاين يشتغل في نفس الوقت اللي احنا بنحفر فيه المشروع، في نفس الوقت اللي بنصب فيه خرسانة كل حاجة راكبة فوق بعض، يبقى أقرب حاجة نعمل فيها الكلام ده الكوست بلس. وأنا عارف إن أنا واخد الماكسيموم ريسك كأونر. العكس بالعكس بقى، لو احنا براحتنا وقاعدين نفكر وديزاين موجود ويمكن يكون احنا نفذنا مشروع شبهه قبل كده، فهو المشروع دوت احنا نفذناه وعارفين ان هو بيتكلف كذا، فممكن نتفق عليه هو بنفس مواصفاته بنفس كمياته بس نكرره تاني، فاللمسم ممكن يبقى حاجه قريبه دلوقتي، او اليونت برايس لو احنا قلقانين في شويه حاجات طفيفه تتغير. تمام يا شباب، انا كده يعني ايه خلصت اللي احنا محتاجين نقوله النهارده. وزي ما قلت لكم كده انا نعمل لكم كده سكرين شوت من محاضرات على كتب قديمة بالعربي فيها الكلام عن الأربع تعاقدات دول، ف ممكن يعني ترجعوا لهم لو في حاجة مش فاهمينها أو من الإنجليش أو كده. في تساؤلات في الموضوع بتاع العقود ده؟ طيب تمام. احنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى توتوريال على الحاجات اللي فاتت، وده كده كانه استعداد للميد تيرم. يعني الاسبوع اللي بعد الميد تيرم مباشره هنستضيف بقى احد المهندسين اللي شغال في موضوع البيدنج والعقود ده بقى له فتره طويله، وهيتكلم معانا بقى عن الموضوعين اللي احنا فتحناهم دول. بعد كده هنكمل محاضره او محاضرتين، وبعدين هو هيدخل برضو مره كمان نتكلم فيه عن الاستراتيجيز والحاجات دي. فكده انتوا عرفتوا السيناريو ماشي ازاي لغايه الميد تيرم وما بعد الميد تيرم. وبعد كده ان شاء الله هيبقى الاربع بس، الاحد هيبقى المره الجايه بس، وبعد كده نوقفه زي ما اتفقنا في البدايه. شكرا يا جماعه، لو ما فيش حد عنده اسئله تاني ممكن نقفل. يعني احنا دكتور الاسبوع الجاي هيبقى محاضره وبعدين التوتوريال بعديها على طول اونلاين؟ لا التوتوريال مباشره. يعني هنبدا مش هدي كونتنت تاني، مش هدي كونتنت تاني، هيبقى توتوريال على الحاجات اللي فاتت دي. هيبقى في نفس وقت الليكتشر ولا بعده؟ نفس الوقت لو 5:30 ده. يعني انا هبقى موجود ان شاء الله في الميعاد، ومهندس نورهان هتبقى موجوده قبلها بشويه. هننزل الشيت في المكان بتاع فايلز ديت زي ما بننزل المحاضرات، ممكن تفتحوه قبل المحاضره بيوم او يومين تبصوا عليه. لو ما لحقتوش يبقى احنا هنناقشه مع بعض في المحاضره اللي جايه بقى او التوتوريال اللي جاي، وبعد كده تذاكروه بقى عشان الامتحان. لكن في نفس الميعاد، احنا هندخل في نفس الميعاد 5:30 بغض النظر بقى انتوا يعني هنبدا محاضره هنبدا توتوريال هنستضيف الراجل اللي هنستضيفه هو الميعاد 5:30. ماشي كده؟ ماشي. اي اضافات؟ اعتراضات؟ اي حاجه؟ تفتكر هو في كوزات في المادة ولا لا؟ ان شاء الله، بس احنا ما لحقناش قوي ان احنا نعمل حاجة قبل الميد تيرم، فخلينا بعد الميد تيرم نبقى نعمل كويز او اتنين ان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور ما كانش في اسايمنت صح؟ لسه يعني؟ لا لغاية دلوقتي ما فيش حاجة، أول اسايمنت هناخده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ومش هتسلموه إلا بعد الميد تيرم برضه. تمام، شكرا. في حاجة نذكرها غير السلايدات يا دكتور؟ حاليا لا، مش عايز اديلكم يعني حاجات تانية من بره كتير. بعدها يعني يومين كده وهنزل لكم الشيت، يبقى هو الشيت دوت حاولوا تذاكروه بشكل عميق. بس اللي طبعا فاتهم محاضرة ممكن يرجع للتسجيل بتاعها يعني ان شاء الله.
حد عنده إضافة؟ سؤال؟ نشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.